ده الاول قولوا لي عملتوا ايه في الامتحان؟ معلم المادة كانت كويس الحمد لله. انت برضه الماني؟ طب في اي مشاكل قابلتك في الامتحان؟ لا الامتحان مشاكله ان احنا مذاكرين بس مشكله اللغه بس يعني. المقالي كان صعب. طيب في اي مشاكل؟ تعالى احسن من الامتحانات اللي فاتت يعني بصراحه احسن. انا شايف ان هو الامتحان كويس. طب وقت الامتحان كفاه؟ الوقت قليل قوي على كل امتحان بيقابلنا الوقت قليل. المفروض ان هي ماده يعني سهله ان هي تتحل على طول. ايوه سهله. هو ده مش مذاكر بس مشكلتي في الامتحان كله بابل شيت. البابل شيت بياخد وقت يعني عمال ما بخلص الامتحان لازم ارجع بسرعه للبابل شيت ده بياخد معايا وقت. الاقي بقى مراقب يلا الورقه يلا الورقه يلا الورقه. انما الامتحان تمام. فانتوا عايزين الامتحان يدخل في ميعاده عشان تلحقوا تظللوا البابل شيت. بياخد وقت. البابل شيت بياخد وقت معايا بس زودوا الوقت حاجه بسيطه حتى لو نص ساعه بس. الامتحان لا الصراحه الامتحان كان حلو والوقت كافي. انت فرنساوي ولا ايطالي ولا الماني؟ لا ايطالي. الامتحان كان كويس والوقت كافي يعني والحمد لله. والقطعه كان فيها مشكله ولا يعني هي مش اكيد الامتحان مش هيجي كله سهل بس القطعه يعني كانت كويسه برده. هو الامتحان كله كان عموما كان كويس والوقت كان كافي. والوقت كفى. يعني في اي مشاكل ثانيه قابلتك في اللجنه؟ لا لا لا. المراقبين كويسين معاكم في اللجان؟ كويسين. شكرا. في بقى لها ساعة والمفروض عليها الوهاتين الأول لا يعني ما جات فيها أنا سيدي أصلا بيك الحاجة وجات لما نفرد الحاجات احنا ما بسخصهاش عشان كده مستنيين كلمات هتساعدك هتساعدك في اللغة. أنت فرنساوي ولا ألماني ولا طولي؟ ألماني. هو فرنساوي وبرضه فرنساوي وبرضه فرنساوي وعرفناس بحل زمان. طب يعني طب ده في كل الامتحان ولا يعني تحب النسباك وكده كان صعب؟ لا كله؟ كان كويس بس في جزئيات معينة. Bye.